قضية صحيح عندك قضية في لا 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 لأنه بين الحين والآخر نشوفوا معلومات أنه رابح ماجر عنده قضية أمام العدالة والعدالة راهي تطالب برأس رابح ماجر. ما حقيقة هذا؟ أنا أشوف والله ما نحب نتكلم على هذه الأمور، والله بيكون صعب ما نحبش نتكلم على هذه الأمور. أنا الحمد لله أنا إنسان شريف، إنسان شريف وإنسان نظيف، اللي عنده أي شيء وبالدليل يقول بلي رابح ماجر راه في هذه الأمور يجي يعطي الدليل. الحمد لله أنا عند ربي صافي وبالأدلة وبالبيانات. آخر موضوع نتكلموا فيه وقضية أخرى أيضا أثارت الجدل، قضية استدعاء ابنك لطفي إلى المنتخب القطري. كان الكثير من الجماهير حتى وسائل الإعلام قالوا ماجر جزائري كان مدرب المنتخب الوطني وابنه الآن يقول له راح تلعب في منتخب قطر. أنا قبل ما نرد لك على هذه نطرح لك أسئلة، هل ابن لطفي استدعي من الفريق الوطني الجزائري؟ وأنا هنا نسألك، هل كانت لديك رغبة في رؤية ابنك يتقمص ألوان المنتخب الجزائري؟ لحد الآن ابن لطفي لم يستدعي إلى المنتخب الوطني الجزائري. وأقول لك لما كنت مدرب الفريق الوطني وإحنا في سيدي موسى، ابني كان في عمره 18 سنة، تكلمت مع لا ديريكسيون تكنيك دي جان، كان عندهم لا كوب دافريك دي جان دي 18 عام وابني 18 سنة. تكلمت مع المدرب، ما نعطيكش اسمه لأن ما نحبش ندير لابوليميك، قلت له لازم تعيط لوليدي في الطرابلس المقبل، أنا نقول لك مدرب الوطني، أنا نعطيك أمر باش تجيب وليدي للفريق الوطني. زدت تكلمت مع واحد من المسؤولين في الاتحادية، ما نقولكش اسمه، ما نحبش ندير لابوليميك للمشاكل في هذاك الوقت. قلت له أنا هضرت مع المدرب، جيبوا ابني لطرابلس المنتخب الوطني. علاش بصح قلت له جيب ابني؟ كاين اللي يفهمها يقول لك اسمها هذه سوسيال معرفة. لا هذا هو وليدي جيبوا المنتخب، ولكن ما حبوش يفهموا باللي المدرب الفريق الوطني هو اللي عطى لهم امر، مش رابح ماجر كأب لابني لطفي. بارك الله فيك، لانك انت كنت ما كنتش تشوفه كابنك، كنت تشوفه كلاعب. هذا هو كلاعب. قالوا لي ان شاء الله ان شاء الله، ولكن بعد ذلك لما بدات لابوليميك هذه، لما بدات المشاكل هذه تاع رابح ماجر كل مشاكل عرفتهم في الفريق الوطني، كل واحد يجبد روحه، كل واحد سي لي ريسبونسابيلتي يقولوا لها. وما نادوش الابني الفريق الوطني، لو نادلوا في هذاك الوقت الان الابني راوك بالقميص المنتخب الوطني الجزائري. ولو ينادوه في المستقبل للمنتخب. انا بكل صراحه انا ما ننجم نرد في مكان ابني، لان شوف لازم يعرفوا الناس ابني، احنا في قطر ابني كان عنده 8 شهور في عمره، 8 شهور دار قرايته هنا الابتدائي، لحد الان عنده 20 سنه في الجامعه وهو يلعب مع الفريق الوحيد اللي عنده وهو الفريق الدحيل. ويلعب لحد الان. المنتخب الوطني الجزائري رفض ان ينادي له للمنتخب، قطر ناداو له للفريق الوطني، راح للفريق الوطني. المنتخب القطري بلد عربي، بلد صديق للجزائر، اين المشكل؟ اين المشكل؟ فيه كثير لاعبين يلعبوا في انديه اخرى او يلعبوا في منتخبات اخرى، وشفناهم في كاس العالم هذه. وعلاش لما ابني المفروض نشجعوه؟ معليش انا لعبت في الفريق الوطني سنوات وسنوات، اعطيت الفرحه والبهجه للشعب الجزائري، شويه احترام لابني، لان راهو جاي للدنيا ان شاء الله يوم من الايام، لازم كلنا نشجعوه، او قطري جزائري ايضا، كما راكم تشجعوا في زيدان وتشجعوا في بنزيما، ممكن يوم من الايام راحوا تشجعوا ابني.